من جوا وبرا مع دكتور جوانا فرانسيس. أنا اليوم تركت لك حرية اختيار الموضوع وما تدخلت. بقى سوربريز حلوة ولا شو؟ وينك دكتور جوانا؟ يعني هالقد أنا إيزي جوينج، يعني اللي أنت اللي بدك إيه، يعني تفضلي. شو موضوعنا اليوم؟ هلا عم جرب الكونكشن منيحه او تبع هلا ما رح يعتبوا علينا. انت بلبنان؟ ايه اكيد انا بلبنان. اوكي حلو هالمشهد ورا المنظر وراكي، كثير حلو كثير حلو. انا مخلص الحلقه، بعتي لي شير لوكيشن جاي لعندكم. ايه اهلا وسهلا جوزيف، ما انه طلعت انت منيح معي اليوم انا كمان منيحه رح اكون معك، ورح رح احكي عن موضوع بهمك كثير اللي هو الفيتامين. يعني بعيدا عن القصص التجميليه، رح نحكي اليوم عن الفيتامينات وتاثيرها على جسمنا. رح يكون في سلسله يعني بحلقاتنا رح نحكي كل مره، لانه بتعرف الفيتامين كثير كثار. اليوم رح نبلش نحكي عن الفيتامين دي، عن أهمية الفيتامين دي، كم نوع عنا من الفيتامين دي، ورح نبلش يعني نفسر شو عم يكون شو تأثيرها وهل فينا نتبعها. نعم اوكي لحظة دقيقة قلبتي هيك. انا دائما بتسأل يعني، وسؤال بيطرح نفسه انه هل الانسان على صحه السلامه ياخذ دوز فيتامينز مالتي فيتامين لو ما عنده شيء؟ هل هذا الشيء بيعمل انه بريفنسيون او لا 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 بيتوخى من الامراض ممكن تحصل معه؟ لا اكيد ما في شك انه في فيتامين فينا ناخذهم مع صحه السلامه، بس اجمالا بفضل انه والاطباء حتى بفضلوا انه على طول بس ما ناخذ بيت انه ينعمل فحص قبل ما يتاخذ الفيتامين. نعم اوكي. والدليل هو انه مثلا بالفيتامين بي عندنا انواع، فيتامين بي 1، فيتامين بي 2، بي 3، بي 6، بي 5 كمان، ورح نفسر كل واحد شو بالحلقات المقبله. اليوم اكثر شيء بدي ركز على الفيتامين بي 9 اللي هو الفوليت، اللي هو كثير اساسي للامراه الحامل، ورح نحكي ليش، ورح نحكي شو العوارض اللي اذا الامراه الحامل بيكون عندها نقص بهيدا الفيتامين شو كيف بياثر على الجنين، ورح نحكي كمان عن فيتامين بي 12 اللي هو شو عوارضه، كيف واحد بيعرف انه عنده نقص بالفيتامين بي 12، وكيف فينا يعني شو اثاره اذا الناس، شو الاثار الجانبيه اذا الناس بتاخذه على صحه السلامه اذا صار يزيد بالجسم كمان. نعم. عنده طيب خلينا نفصل الفيتامين بي شو هن، 6 9 12 فيتامين بي 1 بي 2 بي 3 بي 6 بي 9 حتى عندنا الفيتامين اش اللي هو البيوتين، بس انه اتس كلاسيفايد مع الفيتامين بي. نعم اوكي. وعندنا اكيد الفيتامين بي 12. نعم. هلا مثلا الفيتامين بي 12 هو كثير اساسي للدم، يعني الدم تبعنا بحاجه للفيتامين بي 12 ليقدر ينقل الاكسجين بجسمنا، ومن العوارض بس يكون عندنا نقص بالفيتامين بي 12 بيصير عنا كثير ذاكرة خفيفة، بيصير عنا تعب للوقت، بيصير عنا ديبريسيون، بيصير المزاج منه كثير، يعني بيكون شخص خلص فيه كل الوقت مزاجه منه منيح، بيكون اجمالا في نقص بالفيتامين بي 12. اكيد فيتامين بي 12 بيتلاقى بالاكل، بالبيض، باللحمه، بالسمك، حتى يعني مشان هيك الفيجنز بيكون عندهم، الناس اللي ما بتاكل بالمره انواع يعني اكل من المشتقات الحيوانيه بيكون عندها نقص بالفيتامين بي 12. اذا بدنا خلينا نشوف، نرجع الصوره اللي قطعت هلا، بنشوف مثلا من العوارض اللي بيكون موجوده بس يكون في نقص. اوكي فاذا في بيكون عندنا سواد تحت العينين، بيكون في كمان شلتوا لنا صوره تعب، بيكون في
يعني بعرف انه دائما الانسان المفضل انه ينوع باكله يقدر يحصل على اكثر عدد من الفيتامينز اللي الانسان بحاجه لها، بس دائما اوقات بنضطر انه ناخذ جرعات اضافيه، بس اوقات لازم تكون مدروسه، مش كل الفيتامينز فينا ناخذها ويكون فيها زياده بجسمنا ممكن تعمل ردات فعل سلبيه. رجعت معنا جوانا؟ اوكي. في الفيتامين سي اليوم ما رح تحكي عنه، بس انا اللي بعرف هالمعلومه ومؤكده انه قد ما تاخد منه جرعات اضافيه ممكن انه يروح بالبول، بس في بعض الفيتامينز الثانيه ممكن تعمل ردات فعل عكسيه. الفيتامين بي 6 بدوز اليوم اللي رح نحكي عنه كل البيت، بعرف كمان انه موجودين بعجوه الفواكه، ما بعرف اذا بتوافقيني الراي جوانا، يعني المشمش، الدراء، الخوخ، اذا انكسرت العجوه اللي جوا واتاكل وباللوز كمان، هيدي فيها كتير فيتامين اي بي. جوزيف انت معي؟ ايه انا معك، ما بعرف اذا كنت عم تسمعيني لسؤالي، عم بقول عجوة الدراء والخوخ والمشمش والفواكه، الحبة اللي بتكون بقلب العجوة او اللوز اللي بقلب العجوة هي فيها فيتامين بي، اي بي؟ يعني مفروض اجمالا عندك الانواع اللي اجمالا بتكون موجوده بالفواكه بالخضره، في يكون عندك فيتامين بي 6، حتى الفيتامين بي 12 مع انه هو بيتلاقى اكثر باللحوم والفيش، كمان عندك انواع من الخضره معينه بيكونوا البيجنز بس يكلون ويركزوا عليهم بيقدر يعوضوا شوي على نقص الفيتامين بي 12 اللي بيكون عندهم بجسمهم. هلا اذا بنرجع شوي على الصوره بنلاحظ كمان انه في ايام بيطلع من هون تشققات كثيره عند الناس اللي بيكون عندهم نقص بالفيتامين بي 12. كمان يعني بس ينعمل فحص ويبين انه في نقص بالفيتامين بي 12 بينعطى على فتره معينه. واكيد الطبيب بيكون عم بيلاحق هذا الموضوع كرمال لانه اذا اخذنا عيار عالي على صحه السلامه الجسم فيه انه يخزن هذا الفيتامين بي 12، ومع الوقت في بس نعمل فحص ونلاقي انه الفيتامين بي 12 كثير كثير عالي. ايام لما بيكون كثير عالي والشخص ما بيكون اخذ فيتامين بي 12 بكميه عاليه بدل انه في مشاكل بالكبد وبدل انه في مشاكل بالسكري. كمان يعني بشوف قد ايه اهميه الفيتامينات بجسمنا، اهميه شو بيدله كمان على قصص كثيره. كمان الناس اللي عندها اللي بتاخذ مثلا عندها سكري بتاخذ نوع من دواء كثير مشهور اللي هو رح اقول تركيبته بس ما رح اقول اسمه اللي هو الميتفورمين، كمان بياثر انه على نقص يعني بيصير يخفف الفيتامين بي 12 بجسمنا، فيكون هو عم بياثر وهو اللي عم يعمل هول العوارض. اذا واحد مثلا عنده سكري وعم بحس انه ما عنده ذاكره وعم بحس انه ديبرس وهيك لازم يفحص الفيتامين بي 12. او الناس اللي عندها قرحه عندها اسيد رسلي بمعدتها بتكون عم تاخذ ادويه مثل ازوميبرازول واوميبرازول، هول الادويه اللي هن او يعني القصص اللي بتشيل الاسيد من المعده، مع الوقت بنحس انه كمان بيوطوا كثير الفيتامين بي 12 بالجسم. كثير مهم انه واحد بس يعمل فحص دم ويبين انه عنده نقص يخبر طبيبه كل الادويه اللي عم ياخذها، حتى مثلا في ناس بيكون عندهم كثير يعني امراض اوتو اميون ديزيز بنقلها، يعني بيكون الجسم هو عم بيحارب نفسه، اسيد يوريك وقصص كثيره، بيكونوا مثلا عم ياخذ دواء اسمه كولشيسين، هيدا الدواء كمان بياثر على الفيتامين بي 12 وكمان بيوطي كثير الفيتامين بي 12 بالجسم. بس في اوقات بيقولوا في وقت يكون انسان عنده ستريس او ارق يعني بيكون عنده نقص فيتامين بي، اي بي؟ اجمالا البي 12 لانه نحن قلنا انه كمان البي 12 بس يكون ناقص بيكون عندك بيكون عندك مشاكل بالنوم، بيكون عندك مشاكل في كمان بال 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 بالمود، وكمان البي 6 يعني الفيتامين بي 6 اجمالا بنلاحظ انه على طول بيكون بينعطى فيتامين بي 6 بينعطى كمان معه المغنيسيوم ليكون الانسان ينام احسن يرخي الجسم احسن بيرخي، يعني غير انه الفيتامين بي 6 هلا بدنا نحكي كمان بما انه عم نحكي بدنا نحكي عن الامراه الحامل وفوائد الفوليك اسيد للامراه الحامل، كمان الفيتامين بي 6 كثير بيساعد للامراه الحامل او للنساء مجملا اجمالا يلي بيكون عندهم بي ام اس او عوارض
قبل البيريود يعني بصير عندهم يعني بصير عندهم بتحس كأنه ديبرشن، بصير عندهم عوارض يعني معروفة شو هي، بيأثر على المود، بيكون داون. كمان الفيتامين بي 6 بيساعد وبحسن كثير المود تبعنا. نعم. غير انه هو بيساعد كثير بالعيان يعني عند الامراه الحامل، في اطباء كثير بيعطوه اذا الامراه الحامل بتوعى الصبح كثير لاعيه نفسها وبتستفرغ وهيك، لما يعطوا ادويه كثير لانه ادويه ما كثير بينصحوا فيها الا اذا الوضع كثير متازم مثل ما بيقولوا. فبينعطى البي 6 كمان لحتى يخفف من اللعين. هون بدي احكي عن الاسيد فوليك او الفيتامين بي 9 الفوليت اللي هو كثير كثير اساسي للامراه الحامل، اللي هو الامراه الحامل اللي لازم تبلش تاخذه 3 اشهر قبل ما تقرر انه هي صارت حامل، او في حال دغري عرفت انه هي حامل لازم تبلشوا. اذا رح نحكي عن اهميته ليه اجمالا بياخذوا 400 مايكروغرام بالنهار، كثير بياثر ورح نشوف هلا صوره اذا بس يكون في اجمالا نقص كثير كبير بالفوليت او بالفوليك اسيد، ايام بيعمل مشاكل عند الجنين، بيعمل يعني نوع من مالفورميشن وتشوهات عند الجنين. هون مثلا بالصوره عندنا كونديشن اسمها سباينا بيفيدا اللي هي ما بتكتمل سلسله الظهر والشرايين والنيربس يعني اللي هي حواليها، وكثير كثير عم نشوف ليتلي كثير بتاثر. كمان اذا الامراه بتدخن، التدخين ممنوع منعا باتا للايام، عن جد للاسف جدات بتشوف نساء عم بتدخن، بتشوف نساء عم على الارجيله بتكون بتقول لك الحكيم سمح لي. اكيد انا ضد هيدا الشيء، التدخين بيأثر على الجنين وبيأثر بهيدي الطريقه مثل ما شفنا انه في عن جد سلسله الظهر ما تكتمل. نعم. طيب اذا بدنا نحكي عن الغذاء اليومي يلي بيأمن لنا البي 12 او الاسيد فوليك، شو إجمالاً. بس اللحوم ولا في موجود اجمالا بيكونوا موجودين بكل شيء، قمح، سيريال، حتى بالاكل يعني البيض، البروتين الموجودين هن باكلنا. اجمالا اذا اكلنا باكلنا ما بياثر اذا اخذنا عيارات، يعني اذا زاد الدوز بجسمنا اللي هو جاي من الاكل بالفوليت ما بياثر، بينما اذا اخذنا عيارات عاليه كنا عم نحكي شو القصص، هل فينا ناخذ فيتامين على صحة السلامة الفيتامينز؟ لا، يعني إذا أخذنا عيار كثير عالي من الأسيد فوليك كمان عنا عوارض جانبية، وكمان مثل شو؟ يعني عندك في ستاديز بتقول إنه معقول في نسبة تأثر على تعمل توحد عند الجنين. نعم. بس إنه أكيد هولي قصص منهم يعني ستاديز، بيكون في عندك كذا دراسات، بيكون عندك كذا بوينت اوف فيو، بس ما فينا كمان نهمل هيدا الموضوع وما ناخده بعين الاعتبار. طيب الاكسي تبع الفيتامين بي يعني للانسان العادي للام مش للجنين عم بحكي، او لشخص عادي عم بياخذ زياده فيتامين بي 6 او 12، شو ردات الفعل السلبيه اذا كان اخذ زياده عن ما لازم ياخذ؟ هلا اجمالا الفيتامين بي 12 مثل ما قلنا فيه لانه هو بيتخزن بالكبد، في كمان ياثر على الكبد بطريقه منا كثير منيحه. هلا كمان في كثير ناس بتبقى عم بتعاني من مشاكل بمعدتها، كمان بيكون سببها انه زياده عم ياخذوا زياده فيتامين بي، يصير عندهم دياري، يصير عندهم كونستيباسيون حسب كمان جسم الانسان وحسب الفيتامين اللي عم ياخذه. كمان صحة اسم الله عليك لوشتي. نعم. بدي احكي اذا بعد معي وقت عن الفيتامين البيوتين اللي هو اساسي كثير. نعم. معك نص دقيقة يلا. في اوكي الفيتامين رح نبقى نحكي اكثر بالتفاصيل لانه هيدا موضوع كثير بهم النساء، بس كثير نساء بيكون عندهم هر بشعرهم، بيكون سببها هو نقص بالبيوتين. واخر نقطه صغيره عن الفيتامين بي، في كثير ناس بيكون عندها مشاكل بتنميل بايديها باجريها، بس يعطيها الحكيم
الكومبينيشن تبع الفيتامين دي في قصص ادويه وفيتامينز بيجي فيهم كذا نوع من الفيتامين دي. هول الفيتامين دي بأول شرايين وبيخلوا انه بيخففوا هول السيمبتومز من الفيتامين بي. هو بيسبب التنبيل بالايدين والاجرين كمان يعني هيدا ناقصه اذا ناقص نعم نعم في يعمل طيب انا ما راح اتركك مرتاحه لنكست ويك، بدي اعطيك هوم ورك. اذا ما انك عم تحكي على الفيتامينز بدنا هو منه فيتامين، هو انزيم لانه مش موجود بالاكل. اذا فينا نعمل حلقه بعدين وقتها تقدري عن الكيو 10 واهميته للانسان، لانه قليلا نلاقيه بالمالتي فيتامينز وقليلا نلاقيه وحده، حتى اذا تلاقى بشكل وحده بحنجور بيكون كتير غالي. ليش ومن شو مركب الكيو 10؟ هيدي لبعدين بس تكرم عينك. ثانك يو. بعرف لانه قديش مهم الكيو 10 للانسان، قديش ممكن اللي عنده مشاكل اوقات قلب اللي بيعطي انرجي للجسم وعنده كتير قصص فوائد ايجابيه، قديش لازم ناخذ دوزاج. بعدين ان شاء الله بنعمل حلقه عن الكيو 10.